أما في محافظة كفر الشيخ، طبعا هنبدأ أخبار المحافظات من كفر الشيخ. تم تقديم خدمات طبية مجانية ل 1539 مواطن في سيدي سالم. في المنوفية تم ضخ 72 طن من السكر بسعر 27 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين. أما في الشرقية فتم رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة الحسينية، وفي أسوان بيتم تنفيذ مشروع إنشاء مركز لتصديع وتعبئة وتجارة التمور. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا بيتم تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل على مساحة 79251 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، وبيتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافيتريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسي وأكشاك ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة لمراسي للسفن والمراكب الشرعية واللنشات. وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 48.5%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة بلغت 100%. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة أنه تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ل 1539 مواطن بالقافلة الطبية المجانية في قرية الورق مركز سيدي سالم في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. في المنوفية شهدت المحافظة ضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيه للكيلو للمرة الثالثة خلال شهر مارس الحالي، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في الشرقية شهد مركز مدينة الحسينية تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بواقع 6 شوارع وبتكلفة 15 مليون جنيه بأطوال 5000 متر، وبيجري وضع طبقات التأسيس النهائية تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي ما يقرب من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وإيطالية، وده على متن 16 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية. في بني سويف أعلن فرع المجلس القومي للمرأة الوصول ل 7600 أسرة داخل قرى ومراكز المحافظة منذ بداية شهر رمضان من خلال مطبخ الأسرة المصرية، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف لتدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنوال مشروع صغير. فأسوان أعلنت المحافظة عن تنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجي متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كومامبو، وإقامة سوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجاري.